محمد يحيى محمد السيد. حكم في المحكمة حضوريا ببراءة كل من سامح محسن جمعة الشبراوي، محمد يحيى شعبان، عبد السلام محمد السيد أحمد سليمان مما أسند إليه بمصادرة مواد مخدرة وسلاح ناري مقبول، عزت صبري إسماعيل. فين عزت؟ عزت فين؟ محكمة حضوريا ببراءة المتهم عزت صبري إسماعيل إبراهيم مما أسند إليه بمصادرة مخدر مقبول، شيماء الشحات علي عبد العزيز. الشحات علي عبد العزيز مما أسند إليه بمصادرة مخدر وسلاح أبيض مضبوطين، ماثيو جولا فكري عوض محفوظ. حكم في المحكمة حضوري بمعاقبة ماثيو جولا فكري عوض محفوظ بالحبس مع الشرطة لمدة سنة واحدة وتلقيمه مبلغ 20,000 جنيه عما أسند إليه بمصادرة مخدر مضبوط وإلزامات المصروفات الجنائية. حسن محمود ومحمد عادل وسمير عادل. حكم في المحكمة حضوريا ببراءة كل من حسن محمود حسن زكي محمد عادل إبراهيم إسماعيل سمير محمد علي البحراوي مما أسند إليه بمصادرة مخدر وسلاح أبيض مضبوط. حسني زكريا وأحمد محمد وإبراهيم جمال. حكم في المحكمة حضوريا ببراءة كل من حسني زكريا محمد أبو شاد، أحمد محمد مصطفى حام أبو جن، إبراهيم جمال سعد السعيد، مما أسند إليه بمصادرة المواد المخدرة والسلاح الناري المضبوطين. رضا والسعيد وبسمة. حكم في المحكمة حضورية ومعاقبة رضا صابر لطفي محمد بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات. وتلقيمه مبلغ 100,000 جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى ومعاقبته في الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتلقيمه مبلغ 2000 جنيه عما أسند إليه بالتهمتين الثالثة والرابعة وإلزاماته بالمصروفات. ثاني معاقبة كل من السعيد ياسين سيف الدين وبسمة مجد السيد محمد بالسجن من مبلغ 100,000 جنيه عما أسند إليهم بالتهمة الأولى وألزمتهما بالمصروفات الجنائية ومصادرة المواد المخدرة والسلاح الناري المضبوط. علي أنور مصطفى المرسي. حكم في المحكمة حضورية ومعاقبة علي أنور مصطفى المرسي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100,000 جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 500 جنيه عما أسند إليه بالتهمة الثانية وإلزامات المصروفات الجنائية ومصادرة المواد المخدرة والسلاح الأبيض المطلوب. محمد السيد وعبد الرحمن وهاني. حكمت المحكمة حضورية. اسمع يا ابني. حكمت المحكمة حضورية ببراءة كل من محمد السيد محمد إبراهيم النقي، عبد الرحمن محمد محمد صادق، وهاني هاني توفيق أبو المعاص، وأسامة هاني محمد عبد الله مما أسند إليه. عدلي ومحمد عدلي وصالح عدلي. امنع كلام. وبعدين؟ امنع كلام. اللهم اسلمنا على الوزير، حكمت المحكمة غيابيا للأولى وحضوريا غيابيا للأول وحضوريا للثاني والثالث. أولا معاقبة عدلي حمدي محمود عطلة. بعدين؟ لا لو فين تتفرجوا ليه؟ امنع كلام. عدي واللي معاه. حكمت المحكمة غيابيا للأول وحضوريا للثاني والثالث.
أولا بمعاقبة عدلي حمدي محمود عطالله بالسجن لمدة 5 سنوات وإلزامات المواصفات الجنائية. ثانيا ببراءة كل من محمد عدلي وصالح عدلي مما أرسل إليهم. ثالثا بإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المدنية المختصة. إسراء أحمد عبد الوهاب محمد. قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها إرسال الأوراق لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لاستطلاع رأي فضيلته الشرعية حيال ما نسب للمتهمة إسراء أحمد عبد الوهاب محمد، وحددت جلسة 28/5/24 للنطق بالحكم بعد إيداع التقرير. رفعت الجلسة. رفعت الجلسة. متابعينا الكرام، زي ما حضراتكم سمعتوا داخل محكمة الجنايات المنصورة الآن أثناء الحكم على الأم التي قتلت ابنها وأنهت حياته وخلصنا عليه للأسف الشديد. هيكون لنا لقاء مع الأب الآن، الأم اللي استغلت وفاة نوم ابنها واطمئنانه لها وخلصت عليه انتقاما من أسرة زوجها. طبعا متابعينا الكرام الآن داخل محكمة الجنايات المنصورة أثناء جلسة الحكم بطريقة بشعة جدا وخلصت عليه بعد ما نام واطمئن لها، وزي ما هي قالت في اعترافاتها ان هي طبعا جهزت له الاكل والمية وانهت حياته بوضع بلف شرب حول الرقبة ووضع مخدة على انفاسه، وللاسف الشديد يعني حاولت ان هي تكون قدام هيئة المحكمة ان هي تقول ان هي ما كانتش في وعيها. الحمد لله طبعا الحكم كان غضب والحكم القصاص العادل الحمد لله تمام، وكده يبقى حق مصطفى رجع ان شاء الله، وكده يبقى قضاء مصر العادل. طبعا احنا كنا منتظرين اصلا الحكم، وانا قلت ان النهايه اصلا ان واضح ان المحكمه اطمئن وجدانها وادت الدفاع حقه والدفاع ادى حقه. انت النهارده النهارده بتاع التطبيق بتاع تقريبا البنت في كامل قواها العقليه وان هي ارتكبت الجريمه بحنكه وبتدبر، وبالتالي اصلا الموضوع كان محسوم والقصه كلها كانت خلصانه. المتهمه حاولت يا فندم ان هي تحاول ان هي في البدايه ان هي غير متزنه، وبعدها قالت ان هي كانت مثلا بتتعامل معامله قاسيه من اهل السوق. ما هو المتهم اصلا بالطبيعه اصلا ما عادش قدامهم اصلا، لان هي كانت بتخفي جريمتها، ما كانتش معتقده اصلا ان الجريمه هتكشف، وبالتالي المتهمه ابتدت ترتكن لان هي وتعتصم ان هي اصلا مختله عقليا، والدفاع الخاص بها برضه اختص ان المتهمه مختله عقليا، وده عكس الحقيقه طبعا. والنهارده الحكم عنوان الحقيقه، ده النهارده مش حكم على فكره، ده النهارده قرار، والقضيه تاجلت 28/5 لاستطلاع راي يعني هي عمليه محسومه يعني ان شاء الله هي كده يعني باذن الله اعدام ان شاء الله. شفناها امام هيئه المحكمه المعقره ان هي كانت بتحاول تخفي وشها وزي ما يكون كان في حاله من الكسوف، هل ده كسوف ولا كان هروب من ال لا هو ده تدبير للمتهمه، ده بيمثل الحنكه. المتهمه لما المحكمه سالتها طبعا موضوع التليفون اللي هو كان اساس الجريمه، اللي هو كانت المحكمه اصلا اللي كانت المتهمه اصلا ده سبب من بدايه الجريمه اللي بالنسبه للمتهمه، الرسائل والصور اللي كانت بينها وبين اشخاص تانيين اللي كان على اتصالاتها راحت بيت. طبعا متابعينا الكرام زي ما حضراتكم سمعتوا من المحكمه بالقرار ان تم احاله اوراق المتهمه الى فضيله مفتي الجمهوريه التي انهت حياه ابنها، وطبعا سمعتوا من القاضي من